ومبادرة من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية حول تربية والمناهج التربوية والحرية وجملة من المفاهيم علينا أن نبحثها وأن نحاول كيف نراجع المناهج هنا في العالم الإسلامي. وليس معنى ذلك أننا سنغير المناهج أو سنقدم أشياء سيئة تخالف ديننا، بل علينا فقط أن ننظر ما هي النواقص وما هي الأخلال التي يجب أن نعالجها، وما هي القضايا التي يجب أن ندرسها، وما هي القضايا التي يجب أن لا ندرسها أيضا. فهو موضوع دقيق من جهة، موضوع فلسفي، ومن جهة أخرى موضوع عملي يتعلق بالتعليم في العالم الإسلامي. وهو موضوع منذ فترة تكلم الناس عنه في المجامع الدولية باعتبار أن هذه الديار تعيش وضعا غير طبيعي وحروبا ليس عبثية يجب أن تنتهي، والتعليم هو رافد من روافد هذه الحروب وقد يكون رافدا من روافد السلام.